السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم نشارك معكم المشتريات ديالي من اكسيون فرنسا. ملي تنقولوا اكسيون كنقولوا ديكوراسيون، اي حاجه كتخص المنزل باثمنه رخيصه جدا، وحتى المنتجات التجميليه ديالهم اللي كاين فيها اللي داير واحد نجاح كبير في المبيعات ديالهم، وحتى هما كيكونوا ارخص. اول حاجه غنشاركها معكم هو هاد فيتامين او اولا زيت الفيتامين او اللي كيكون مرطب يعني للجسم، مخصص فقط للجسم. تقدروا تستخدموه بعد الدوش، كيرطب الجسم بواحد الطريقة عجيبة جدا، كيساوي اولا الثمن ديالو 2 أورو وشي حاجة، يعني ما غاليش بزاف، وكيدي لكم كمية كثيرة لانه مزيت بزاف، غير شوية منه كيكفي. وحتى غادي نشارك معكم هذا المنتج هذا اللي داير سوكسي بزاف في اكسيون، حتى في المغرب كنسمع الناس بزاف كيشريوه، اللي هو كريم الحلزون اللي كيجي على هذا الشكل. هذا حتى هو ثمنه اول حاجه ما غاليش، يعني 2 اورو وشي حاجه او 49 تقريبا. ملي كتقراي شنو فيه وشنو تيدير، تيقولك بانه كيحارب الشيخوخه، كيحارب الندوب اللي في الوجه اولا البتور، كيصفي البشره بطريقه عجيبه. بالنسبه للثمن ديالو يعني الا شفتي راه بغات تقولي راه ما غاديش يقضي، حتى انا هادشي اللي تنقول حاليا، مي غادي نجربو وغادي نشوف واش بصح كيدير شي حاجة ولا لا. ثالث حاجة هو جيل الوي فيغا. صراحة متحمسة بزاف نجرب هاد الكريم هذا ولا هاد الجيل هذا اللي فيه 92% من جيل الوي فيغا. كيستعمل كما كتشوفوا الجسم والوجه وحتى اليدين، زوين بزاف بالنسبة للكمية اللي فيه ديال الوي فيغا، كتشجع الناس باش يستخدموا. وصراحة هو تيدير 2 أورو 49، ثمن رخيص جدا. وغتا هو كما قلت لكم هادشي غادي نجربو، وغادي ندير فيديو اخر مخصص نجاوب فيه اشنو اللي بصح كيليق واشنو اللي ما كيليقش. وخديت حتى هاد تقشرات هادو اللي سمعت عليهم بزاف بزاف، كيقول لك بانه من الدقه الاولى او من الاستعمال الاول كتبان النتيجه، يعني كطير لك القشره كامله ديال الجسم، عفوا ديال الرجلين. وحتى هاد الماسك هذا خديته باش ندير ماسك ديال الافوكا للرجلين، هكا كديري من بعد ما كتقشري كتستعملي يعني تقشرات الاولين وكتقشري الرجيله ديالك، كديري كماسك مرطب ويعطيك هذاك لافريشور زوين للرجل ديالك باش ما تنشفش. كيما قلت لكم كنستعمل الاول وعاده باش كنستعملوه هوايا. صراحه سمعت على هاد التقاشر هادو بزاف بزاف، داكشي علاش خديتهم وقلت علاش لا نجربهم ونشوفهم واش حسن من منتج ديال الدي ام باليا او لا. غير هضره وصافي. حاجه اخرى غادي نشاركها معاكم هي هاد الفرشات هادو ديال الوجه، كاينه فيه 3 ديال فراجو ديال فارابوبيا وديال الهايلايتر. صراحه ثمنهم رخيص، 5 أورو تقريبا بثلاثه. الشكل ديالهم زوين، قلت علاش لا بما انه ثمنهم رخيص نجربهم نشوف واش عندهم شي كاليتي زوينه تستحق اني نبقى نشريهم ولا لا. وحاجه اخرى اللي خديتها هما هاد لاباليت هادي اللي فيها هذا العكر الغوج ديال الفم بالوان متعددة، فيها اللي ألوان قاصحة وألوان فاتحة، تهي ثمنها ما غاريش تقريبا شي 3 أورو تقريبا. وخديت حتى هاد المزيل للرؤوس السوداء، أنا كنت جربت ديال بالية البنات وما معجبنيش، من بعد استعملت ديال لامارك بيوري وعجبني، وقلت علاش لا جربت هاد لامارك حيت رخيصة، سميتها ألفيغا يمكن رخيصة بزاف. وخديت حتى هاد الماسك هذا ديال الفم، خديته في 2 أنواع، خديت الجولد وخديت الغوج.
كيما غادي تشوفوا. ومن بعد ما كديري سكراب خفيف ومنظف الفم ديالك كتستعمليه مده معينه وتتحيديه، تعطي شباب كيفاش غنقولوا واحد الفريشور وواحد الرطوبه للفم ديالك. هذا هو النوع الثاني اللي اخديته، كيجي على هذا الشكل هذا. وغادي نشارك معكم حتى هاد الماسك هذا، في الاول كان كيصحاب لي ديال اليدين كاملين، اما هو فقط للاصابع او مخصص حتى الاظافر والاصابع هكا. كتخشيهم بالطريقه هذه كما كتشوفوا في الصوره، هو مصيب من الخيار، وكتخليه المده اللي مكتوبه فيه، ومن بعد كتغسلي اليدين ديالك. وحاجه اخرى هما هاد الشفار هادو اللي كيجيو هكا خفافين، فيهم الخفافين وفيهم شويه اللي فيهم كثافه اكثر، رخاصين حتى هما. يا داكشي علاش بغيت نجربهم. وكاينين عندهم حتى اللي في زونكل هكا ديال البنيتات هكا زوينين، وكاينين حتى هذا المرطب للشفاه اللي كيجي على هذا الشكل هذا كما غادي تشوفوا. البنيتات هكا الصغار زويون وثمنه رخيص، وكيجي على هذا الشكل هذا، عاطي واحد المنظر زويون هكا كما كتشوفوا. حتى داكشي ديال الدراري الصغار صراحه فيه غزال وبثمن رخيص بزاف، اللي بنيتات بحال هكا بحال بنتي اللي كتبغي إلزا. والمنتجات كما كتعرفوا ديال إلزا غاليه، وهنايا في اكسيون لقيتو رخيص. حتى البابي بان كما غادي تشوفوا، هذه حتى هي خديتها منه بثمن رخيص بزاف. وكما قلت لكم خديت حتى البابي بان هكا ديال إلزا وديال ميكي ماوس ب 59 سنت فقط، رخيص بزاف. وكاينين فيه اشكال متعدده بزاف، بحال هكا اللي بغى يغير ديكوراسيون ديال البيت ديال البنيتات ولا الوليدات هكا الصغار، غادي يلقى ثمن مناسب بزاف. وغادي نشارك معكم هاد لاتروس هادي اللي فيها 11 منتج، هاد لاتروس ديال السفر اللي كتجي على هاد الشكل هذا، اللي فيها كل ما كيخص السفر، يعني فيها شامبو، فيها جيل، فيها زيت، فيها زيت الماساج، فيها جيل دوش، فيها كل شيء، فيها سيروم، كل شيء اللي غادي تحتاجوه بثمن مناسب. يمكن ما عقلتش بالضبط واش 6 ولا 7 اورو، ما عرفتش بالضبط. زوينه بزاف وبخاتيك. ودابا غندوزو لهاد الشيء ديال الديكوراسيون. خديت هاد الشكيله هادي بحال الطبيب لها هكا صغيره، كتحط هكا سواء تحطيها في الدريسينغ ديالك اولا في بيت نحاس اولا في البلاصه هكا اللي تعجبك. وكما كتشوفوا معايا خديت هاد الكوكونوت ديال الجسم هكا. انا الصراحه اي حاجه فيها الكوكو كتعجبني، وكنبغي دائما نجربها ونشوف واش غادي تعطي نتيجه او لا. وخديت هاد ليطاجير هادي، ماشي خديتها الصراحه باش ندير الحلوه ولا نحط فيها شي حاجه هكا، لا خديتها على قبل هاد الشكل هذا كيما حاطينها همايا، بغيت ندير فيها ديكوراسيون هكا ديال هكا حوايج تقليديين ديالنا ديال المغرب، كتجي على هاد الشكل هذا عجبتني بزاف. كتحطها هكا، تقدري ديري فيها مريشات، تقدري ديري فيها بزاف ديال الحوايج، تقدري تحطها في شي كوموند هكايا، كتجي عاطيه للعين وزويونه، وتقدري تستغليها وتجي في الديكور ديالها زوين. وخديت هاد البونبونيير هادي اللي كانت صراحه عجباني بزاف، كدير 5 اورو اولا 4 اورو 99، يعني نقولوا 5 اورو، كتجي على هاد الشكل هذا، هي ثقيله ومصايبه مزيان وعاطيه منظر زوين، عجباتني. وديما كنت كنمشي لاكسيون وما تلقاهاش صراحه، الناس كياخذوهم بزاف، وهاد المره كان عندي الحظ. وخديت هاد الساعه هادي اللي كدير 2 اورو 89 تقريبا، لما خفت نكتب ولا اورو 89، الشكل ديالها الصراحه عجبني. ومني علقتها جات غزاله في الحيط، عطيها واحد المنظر زويون، وقلت علاش لا نشريها ونشوف واش بصح، يعني كتبقى خدامه وكتبقى عادي، يعني ما كيوقع لها حتى شي حاجه. وخديت حتى هذا الديكور هذا اللي داير على هذا الشكل هذا، كيجي على صينية هكايا مدورة فيها داك المرايا،
وفي نفس الوقت فيها دوك الرجيلات ديالها اللي كتحطيهم فوق منها، وكتحطي داكشي اللي كتبغي. يعني تقدري ديريها في الحمام، تقدري ديريها في دغيسين، تقدري ديريها في بزاف ديال البلايص، وتستخدمي ديري فيها المنتجات ديالك ولا اي حاجه. كما كتشوفوا اللي الرجيلات ديالها كيجيو على هذا الشكل هذا بالطريقه هذه، كتقلبوهم وتوقفوهم كما غادي تشوفوا معايا هكا هكا يا بهذه الطريقه هذه كيتحلوا. وكتجيبي الصينيه هكا وكتحطيها بهذه الطريقه هذه، وكتحطي فوق منها حوايج اللي كتبغي. وخديت حتى هاد الصينيه هذه اللي مشهوره في اكسيون، ما كاينش اللي ما عندوش هكا، اللي كتجي على شكل مستطيل. وحتى هاد الشكل هذا اللي حمقني بزاف وعجبني، اللي كيدير 17 اورو بالضبط، كيجي على هاد الشكل هذا اللي تقدري تحطيه في الصاله، تقدري تحطيه فيه هكا كيسان وبراد او لا اي حاجه هكا اللي يجيو الضياف وتكون هكا عاطيه المنظر وزويونه ونقيقيه. كما كتشوفوا فاش كتحلوها كتلقاوها على هاد الشكل هذا، كتجي فيه على هاد الشكل. ومن بعد كيجيو هكا صينيات هكا كبارين فيهم المرايه بهذه الطريقه هذه، وكديري وحده فوق وحده على هذا الشكل هذا. فاش كتمونطيها كتجي رائعه جدا، كتبان شي حاجه كبيره بداك الثمن، صراحه رخيصه بزاف. وكتسوقيها ولا كتحطي فيها هذاك الشيء كما قلت لكم، سوا براد حوايج اللي يكونوا موجودين. هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.